لا تدع الألوان الزاهية تخدعك، فالألم يخرج من وحي هذه اللوحات. في عنا إنسان عنده رغبة بقتل إنسان آخر، وفي إنسان عنده رغبة بأنه يحمي. وكما أن الحرب الأهلية مستعرة في بلد أنس الحمصي سوريا، يبدو أن الصراع يعصف بهذه اللوحات أيضا. الحدث اللي في عنف بحرضني أكثر أشتغل أرسم، وبيظهر يعني بالوجوه. وكذلك الصور المجردة تصبح أكثر تأثيرا عندما يصف الحمصي كيف تم إعدام بعض من أقاربه مؤخرا. ما كنت أبدا أتخيل يصير مع حدا من عائلتي أو أسمع بهيك خبر من حدا بيخصني الصراحة، يعني بهي الفترة أو من زمان. يعني كثير شيء فاجأني يعني وأثر علي. والحمصي هو واحد من بين 3 فنانين سوريين يعرضون لوحاتهم في معرض في بيروت، فهؤلاء الرجال لا تجمعهم صداقة وثيقة فقط، بل كانوا زملاء دراسة سابقين. قبل بدء الحرب الأهلية في سوريا كان المشهد الفني في دمشق يتطور بشكل كبير، ولكن مع تدهور الوضع هرب العديد من الفنانين بسبب القتال، حيث أصبحت أعمالهم تعرض في بعض الدول المجاورة. ووسام الشعبي غادر إلى لبنان عندما تعرض لتهديدات كبيرة، لوحته تدعى حلم سوريا. كما تعلم فإن كل شيء هو عبارة عن رسالة، وأنا أريد أن أبعثها للشعب. وفي هذه اللوحة يعبر الشعبي عن رؤية مثالية للتعايش السلمي، إذ ترى الهلال والصليب معا. سنظل نبحث عن المستقبل المشرق. أما فادي الحموي فسلط الضوء على شعور مختلف جدا وهو الرهبة. نشعر بالخوف وبأن شيئا ما يمكن أن يحدث في أي وقت. فأنا أعيش في سوريا وأستطيع أن أرى الناس وأتصل بهم، ولأننا نشعر بالحزن والتعب يظهر ذلك جليا من خلال ألواننا الخاصة. الألوان الزاهية والحياة ما هي إلا رحلة فنية تذكرك دائما بأشياء عديدة من بينها الموت.